حيث ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وحماس بألا تدخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة، وحذر إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا. غوتيريش قال لصحفيين أنه منزعج ومساء من تجدد النشاط العسكري في رفح، مضيفا أن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وضع إنساني أليم بالفعل ويزيد من أزمة الجوع في القطاع، داعيا إسرائيل إلى فتحهما على الفور. إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يلحق ضررا خاصا بالوضع الإنساني المتردي أصلا، ويجب إعادة فتحها على الفور. أحث حكومة إسرائيل على وقف أي تصعيد والمشاركة بشكل بناء في المحادثات الدبلوماسية الجارية. أفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لايرك أن السلطات الإسرائيلية منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح، وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف أن الأمم المتحدة ليس لديها حاليا أي تواجد فعلي على الأرض في معبر رفح، بعد رفض مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى المعبر الذي يعد نقطة عبور رئيسية للمساعدة الإنسانية. معبر رفح الآن تحت سيطرة قوات الدفاع الإسرائيلية وهو مغلق حاليا أمام حركة البضائع والأشخاص في الاتجاهين. ليس لدينا حاليا أي تواجد فعلي عند معبر رفح، حيث أن إسرائيل منعت وصولنا إلى تلك المنطقة لأغراض تنسيق. المعبر حاليا مغلق. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها مع محتجز آخر بعد قصف مكان احتجازهما قبل نحو الشهر. وأوضحت كتائب القسام في بيان إن جودي فانشتاين تبلغ من العمر 70 عاما توفيت متأثرة بجروحها الخطيرة بسبب عدم تلقيها الرعاية الطبية بعد تدمير المستشفيات في غزة. وأضاف البيان أنها كانت أصيبت بجروح بالغة في 7 أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع، وبعد تعافيها أعيدت إلى مكان الاحتجاز. اضطر الآلاف من النازحين في رفح بجنوب قطاع غزة لحزم أمتعتهم في الشاحنات والعربات بعدما قامت الطائرات الإسرائيلية بإسقاط أوامر الإخلاء، بينما قام آخرون بتفكيك خيامهم للانتقال إلى أماكن أخرى. بتمنى من ربنا تصير عملية تهدى، بس اللي شايفه إنه نتنياهو بدش تهدى وبدش وقف إطلاق النار. والله إحنا ما إحنا متفائلين كتير، لأنه شوف أكم شهر إنهم يعطونا التفائل يقولها بكرة بعد بكرة بعده. هيك سامع، أنا شعب غلبان من منطقة لمنطقة، فيش منطقة آمنة في كل قطاع غزة. نتأمل إنها تصير تهدأ ويصير يعني وقف إطلاق نار. قالت وزارة الصحة في غزة أنه تم منع سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم والمقدر عددهم بآلاف الحالات لتلقي العلاج خارج غزة، وذلك بسبب إيقاف العمل في معبر رفح نتيجة سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه. وكان آخرها قائمة الجرحى والمرضى التي طلبها الجانب المصري اليوم، والبالغ عددهم 140، داعية الدول التي تعهدت وطلبت قوائم المرضى والجرحى بالإيفاء والالتزام بتعهداتها والعمل العاجل لسفر. كما أكد بيان الوزارة أن إغلاق معبر رفح منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، محذرا الوضع الصعب للمرضى والجرحى في مستشفيات القطاع منذ بداية الحرب بسبب الانهيار التام للمنظومة الصحية. قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي للحدث إن التداعيات الإنسانية والصحية لاجتياح إسرائيل البري مدينة رفح ستتفاقم وستتسبب بكارثة، مضيفا أن إغلاق معبر رفح سيتسبب أيضا بمجاعة كبيرة. التداعيات الإنسانية الكبيرة لهذا الاجتياح البري للجزء الشرقي من محافظة رفح هو حدوث أزمة إنسانية وكارثة صحية وكارثة إنسانية بالمعنى الصحيح. إن إغلاق معبر رفح أمام
دخول قوافل المساعدات التي يعتمد عليها الشعب الفلسطيني بشكل كامل سيؤدي إلى حدوث مجاعة كبيرة جدا. إن إغلاق معبر رفح أمام شحنات الوقود التي تأتي بالآلية الأممية سيعمل على إيقاف جميع الخدمات في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، ستتوقف جميع المستشفيات عن العمل والتي تعتمد بشكل مباشر على الوقود وعلى المولدات. نحن في خضم كارثة إنسانية حيث نزح من المنطقة الشرقية ما يناهز 150,000 فقط، وكذلك يتم الآن النزوح على مدار الساعة من باقي أجزاء مدينة رفح، مما يشكل عبء كبير على المناطق المتاحة للنازحين.